اخيرا يعني قدس البابا، الملف الاخير يعني اللي حصل في دير الانبا ومقار، يعني ايه اللي حصل بالضبط؟ حضرتك عارف ان مصر فيها عدد كبير من الأديرة. نعم. ومصر هي اللي ابتدت الرهبنة في القرن الثالث والرابع الميلادي، ومصر هي اللي صدرت الرهبنة للعالم كله. وأول راهب كان مصري. في الحياة الرهبانية لما حضرتك تقرأ في الكتب الرهبانية، كتب التراث، الراهب دايما يتعرض لحروب. حروب، الحروب دي ممكن تكون داخلية، ممكن تكون شيطانية، ممكن تكون نفسية، حروب. لأن واحد يترك كل ما في الحياة وعايز يعيش لله، الشيطان مش هيسيبه، يعني هيحاربه. فمعروف في تاريخ الأديرة أن في حروب بتحصل وفي رهبان بيتعرضوا. يعني مثلا في التاريخ الرهباني يقول لك والشيطان ظهر بصورة كأنه منور كده لواحد من الرهبان وقال له أنا المسيح اعبدني، فلما رشم عليه علامة الصليب تبدد روح شرير. مثلا في التاريخ الرهباني قصة من القصص اللطيفة قوي، ان في عز الصوم الكبير، وده صوم نسكي بنصومه كأباط، راهب نفسه هفته على بيضة ياكل بيضة، بس هعملها ازاي؟ فجاب بيضة وشوها على شمعة عشان ما يطلع لها الصوت ولا ريحة كويس، وكل البيضة. وقال يا ايه ده انا كسرت الصوم، كلت بيضة، اروح اعترف. فراح يعترف لأب اعترافه رئيس الدين، فبيقول له أنا غلطت غلط كبير، أنا أكلت بيضة في الصوم. قال له إزاي يا ابني تأكل بيض؟ قال له نفسي وزتني على البيض. ما قالوش بقى نفسي، قال له الشيطان وزني على أكل البيض. بتقول لنا القصة أن الشيطان ظهر لرئيس الدير وقال له أنا ماليش دعوة، ده هو نفسه هي اللي وزته على الشر ده. فالحروب في التاريخ الرهباني مشهورة جدا جدا جدا. ما حدث في دير أبو مقار حاجة زي كده. ربما حصل، طبعا الأمر في إيد القضاء دلوقتي، لكن ربما حد تعرض لمثل هذه الحبور وأتى بهذا الفعل. الأمر دلوقتي في يد القضاء وبنشوف هيوصل لإيه. حضرتك متابع الدير يعني؟ طبعا. بروح الدير كل شهر، بقعد ويا الرهبان، وأقعد أعداد جماعية وأعداد فردية. ويعني ده دير من أعمق دير أبو مقار، تخرج منه 38 بطرك في التاريخ المصري. فدير يعني له تاريخ عظيم.